मर्द जिंदन ही जिारत मुत जाना किस्त ये बनाने दल करें इस तगार तौर बिना मसल्स तुम्हारा पापा ब्या सवाल कौत रोह बदने नबर ना पोत् अकेस नलग अलग पर्चन और पा जवाब उन्लिल मलादा हम हसा एथीस्ट मुलिद् इंकार कहान् कबरस तिम क्या दू जबर तंग ग कच्चे गई बि जी गो तंग बा तिन्या जवाब दूँ यु तलीफ क्या وشيخ الشيخ الألباني سابقاً كيف ان إنه أخص شكوك ابن القيم كتاب كي هنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يسوع إسلام في أفسق سستهت إيش بكرة أمي كسل سل كاريو الشروع أتمنى إسكي إبسود باتكون أور أز يسوع كتاب أتس ريو كتاب الروح كتاب الروح شو آتنا أو

وريت بريس بات كنت ذكر اسمني وكيل ابن القيم سبني كتاب وصنع النيد وصنع النعم جي ورائم كي محقق شنا اخ محقق محمد اجمل ايوب الاسلامي ارد يمشو كمال ابن محمد القالمي شو بس قالمي تا اتم مطلق بشويس اور يوسا امك شنا سو بشويس وشويس امك مقدمة بيرحي يزي يس مقدمة التحقيق شو يعني محقق انه مقدمة شنا अथ पदारोमिल्फावच किताबन एम और की यह खसूसत अम ब्रोत तिक्र कर्त आज बूझू बे अक सहु गा ये मुकदमा अत्य तो दृहन पैजन पे हस्त दौन जिल्दन मजब रूफ है ना यह दौन जिल्दन मजन अगर इंसान यो मु मुकदम पिना इंसान हेक अन कि ये मजा ग खुलास लिखित सौ तमाम चीज मुतल وإن شاء الله طلعت مدرك بشويس أمي مقدمة تو التحقيق شو نعمل أمي إدبار بشويس كي كاتمز كاش أتمز يوسف أسمون أوطاني هام محقق شو محمد أجمل أيوب الإصلاحي و كمال بن محمد إن شاء الله تعالى اسم شو مقدمة تو التحقيق اسمه شو يوناكي يوسف كتاب شنا إيش تمو كتاب ومز يم يتباب اسمه نادر كتابش نادر مطلب نادر مطلب ها قليل يعني والله برضه. कलील तो मिसाल के तौर पर कैंब् अतल नफसिक बारस मैं मिसाल के कि कह लिकिर मिसाल इब्न सी सितब इब्नसी मुन जिंदी यह इमाम जहाबिया सोसन सहीदस पे तम किताब इत पबन उबैजाह अलानंदूसी पाँच सत्त तरह मज फ़्रद्दीन राजी सब शुजरेमुत इत पा तैकब और कैशन अस्

كهنت أليس شامي أليس مصري أليس إراقي أليس نجدي أليس يماني أليو قرأة اختصار أليو قرأة تلخيص أليو قرأة نيس ردس هسترتيب أليو قرأة نقل أليو قرأة مسي زبر دس خوش هم أليو قرأة استريف لكن أشوش هكي كنش يعني أيش مسدي هجري بيت يعني تان بيت ابن القيم رحمة الله عليه الغزرو نا ساتة أكوان زهس مس تان بيت صدق هم مسدي تاني كورن أتمس كنش تردد كي الكتاب شو كم سنس ابن ال قيم سنس ها بس مستعد ايش معنى كي كاز كتاب شه ابن القيم سنس كتاب ٹھیک شه لكن ايش وشا كي ايم شي دل لكم ترو واش تو شو اخ يعني ترواشات واش تو شي دس عنوان دراموت مجل اخ ماگزين رسد اس نام كي الهدي النبوي نبوي ماگزين دت مز اخ توبيك دس نام هل كتاب الروح ليس لابن القيم كتاب الروح شنا ابن القيم سوين كي هند يعني ترواشت كاتمز تشيت اسمز ترواشات تشيت

ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا. وناجس الشك في كتاب مز، كتاب الرؤوس عشان ابن القيم سويني كتاب قين. دامشوا إثباتهم كارون. دامشوا يثبت كارون. باقي كتابه باتكي يم 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 شيء ابن القيم سويني كتاب مز. ديسكسكري ماشي. يما ساشي. باقي كتاب الماجستير ماشي. أت مخالف شيء زي كده ما ساشي. أفترعان. دام تقول ترى نفسي قديس باتكي عشان تلب ابن القيم سويني كتاب. يشده خشطة مسات. قات مز تو شطة. توشيت اسمه. شايفي كماسنة. پچھ وانا الشيخ محمد ناصر الباني شنو ناصر الدين الباني رحمة الله عليه تم اكس كتابة تحقیق تتوسنا الآيات البينات في عدم السماء الاموات عند الحنفية السادات تتوسنا وكي حنفي علماء الناس دي كتاب مرض بوزان كي انت يعني ات مدرك شي كتاب لخير الدين الالوسي تم وقر التحقیق تروشة تارنم تسمز اور ام کس تحقیق قسمز خان اكي جائم يعني مقدمة هزمز وانان يعني هاشي هزمز لیا كتاب الروح المنصوب لابن القيم اللي هذا يزاد كتاب الرؤساء نسبة كيف يسكون ابن القيم يسكون بعد كان بيجي وانا بيج نمبر ستة سبعت وانا ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه وانا أدنى شو أخماس لي ديسكاس كاران سوي إيش بدو موت كي ما أسمع شو هين بدر بدر أخ شاك يا تمدلي كي كتاب شاب بزي ابن القيم سبب نشتري بيت كده أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم

और यह मुहाकिक वाने वन के शेख अलवान वो ना किन बस इब्लीम कितब कि शेख अलवानी तम कि पूरी दिरासा करडी कर तेम कौर कि दौन मसलर पे चैक की यह मसल्स से बस इब्बल्कोन यु मनह स मसल कर कह गो पूरी कता दिरासा आम करा बोर्ड तेक धोने क्या तब कह निक्रिम कि महकििक कि बह करो जैदन वन क्य कब क्या करकार कर जरासा असलस मन कर गो किताब पूरी स्टडी कर अगत मगे माँ करो मिसाल केौपर अच्छे अहलोदीसनि अक्सर यन है माना कमी इब्लैियाज़ तो इब्लैम वन हालांक अल्लुदीस तमेंसा ओर इमाम जैन ऐसी ना यहबी वन गई क्या पीन नसबत करा इन कैरी स

شیخ الوانی صاحب چی وانا چی شي... یا يا... وشو کیا كي... کیا كي... شیخ الوانی صاحب کیا وانا ایشان ابن القيم صاحب کی کتاب باسا کی ابن القيم شو ایکی جے وانا کی کیا مرد چھا شا... تھی قبرستان اس دفن اس مرد پد گژھ امس کان زیارت کرنے خاطر چھ امس پر جنا کی کی چھ امس آواز بوزا کی کی ابن القيم دی بات مختلف دلیل پچھ اخ دلیل دی وانا امس اون زائر تمس مرد یعنی يعني اس امس سا... زیارت کرنے چھ نہ زیارت القبور نہ ہیتکم ان زیارت القبور فزوروها

ठीक है अतिल इब्दुल्क हेन ये इथा इथ पालू यम करो लेकिन अच्छे व्क्यम क्या अमे एतबार्तलाल ना गुगर तवे तवे मूजूब वोन क्या वोन तवे वोन पा महकिक वन वन अगर हसा वे शेख अलबानी सबन वोन शक की खबर यह कताब ओर शाह कितब इब कथ बुनियाद पे फल अमा कर् इथ प تلاسا شو ابن كثير صابن ابن القيم صابن أمي كتاب مزرعة فرنسيس مس بات شو نام <applause> ابن كثير صابن كيا كور متشو ذكر آه يهوي فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال فإن لم يسمع المسلم الرد مسلم الرد وانا يعني السلام قت مسكرني مسنا شعور يا شيء مسنا بيا شيء ما قيم كر السلام يا سا شو محال يشكره ابن كثير كم شو كلام ذكر ابن القيم صابن وانا تلكرة شيخ الباني صابن तफसी इब्कस इनको कि यह बस अबिर तफर कह मतलब इल्जी जवाबा ठीक तो इतप इब्नतामिया युवे इश्ल कर इबिता वन ये सलमाम करो तुरूर आम्यूसा कर सामे ना पी आस तथ वनों तलम क्य वन तेल क्या ते मजल फावल कह शाम कद कर राय सख्लाफ त लेकिन करो कताब इराद कह त

خارجي دلائل ونور كيشه داخلي دلائل شتي وغد نش قسم دلائل شال الدلائل الخارجيه مثال کے طور پر دلائل خارجی ہن مز اخی وان کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ چھ پن کتاب بیس کتاب مز یم کتاب ہن ذکر کرمت مثال ابن القیم سن کتاب چھ جلا الافہام تم شتات مز ذکر کرمت اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان پت حدیث کران ذکر پت وانا وقد استفی الكلام على هذا الحديث في كتاب الروح

سوين شيخ ابن القيم سبنا سوش كتاب الروح اسمه ات بيرد ذكر قرمت اور يم جاي دم ذكر قال ماشي تمشي يا مسلا بني ما صحيح ايت بيرد مثال كده دور بها عالم شو ابو عبد الله محمد بن محمد, محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي شو ستت باش يتس مزغزرو موت ابن القيم قال مزغزرو موت ستت اكبن زاس موت ستت اكبن زاس مزغزرو موت ستت باش يتس مز تمسز كده بتشي ذات تسليه اهل المصائب تبي <applause> تشوف ده مذكور متذكر قال الألامة ابن القيم في كتاب الروح يعني ابن القيم سمي وفاة بعد بانس تره شو كان وانا كتاب الروح اسمه سشيت بيت سامي شيء وان ويجي بيعك دليل جنا وري تبيت هاب في زمن حاجر رحمة الله يجي تيم ترجمة كورن ذكر ابن ابن القيم سوبن تيم لوك ده مز الدور الكامل مز كورن ذكر كي يعني كتاب أم كتاب الروح وفاة خلبا ياسمه شو وانا ابن القيم ازي ابن حجر. وانا ابن أه ابن ابن القيم في كتاب الروح ابن القيم زمان في كتاب الروح اسمه اتبرد اتبرد ذكر كورم هو حافظ ابن حجر صبي يسحت ارشدت دوان اسمه غزرو تم تشكر ذكر يتبرد ابراهيم ابن عمر البقائي يش ارشدت باش يتس مزغزرو مت ام تشكر ذكر جلال الدين سيوطي ها نو كهس حس مزغزرو مت تيز كتاب تش تموت شتات مزغور مت ذكر كي ٹھیک ہے کتنی کتاب تش شرح الصدور شتنا بالشرح حال الموت والقبور تحت مزبنا لاش وأنا خاتمة في فوائد فوائد تتعلق بالروح لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم وانا ما سأقولي خلاص كم ابن القيم سوبي كتاب أو شو كتابه الروح بيمشي زر الدليل إستوي بيا كتاب شيء تبعي كه شمس الدين ابن طولون ناوشة طروان زهس مزج موت أي متشي كرم زيجي كه أي متشي كتاب شيء الفلك المشحون أتمنى تشي زيجي كيا وانا

كتاب الروح اسمه تلك كتاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ هاي شو كبار أئمة الدعوة يعني إيش هم نجدي علماء يمشي دمهم مزجاشي بدي علماء هم مزشي أئمة شو كيا كرموت أئمة شو كرموت أميوك ذكر يعني كتاب الروح يعني يا ايه أصل أصل اسمه شيء أئمة كرموت أيك تمس المسوس ناو داوود بن سليمان بن تمليش كتاب يعني تم تمليش كتاب بات كورة تمس أئمة عبد اللطيف بن الرحمن صبن قرته مسرات تحتو تحفه الطالب والجليس في كشف في كشف الشبه داوود بن جرجيس امس داوود بن جرجيس كشف الشبهات وانا قد كم تتمز ومن العجب ان هذا العراقي زعم ان ابن القيم قال في كتاب الروح وانا اجيب كاتها سجي كيم ايراقيان كي ابن القيم سبنا سجي كتاب الروح اسم ذكر قرمت اسبيت اسبيت ريفرنس اسد بطني ور جواب سؤالنا، كتاب الروح موجودٌ مسموعٌ من المشايخ. كتاب الروح موجود. أشي مشايخ النجبوز مس، مشايخ استقادة. العارفين من النصوص واقوالي وأصولي وفرعي. هنا يعني أشي بوز مس الكتاب موجود. ماله قارض أشي من نوكه يش يدافع النصين تفضلين لابنه. ما قولين كارجي شيء القيم سومن. قو أم تشي يذكر. شتى. قو إيش أيضا ترى في كذي. قو ااا إمصاري دلائله. إمكم دلائله. إمشي خارجي دلائل يكو هنشو. يكو

يش ينفس شنو نفس نفس بس كزقسمج طيب وزمود هدي تركا سنه النفس المطمئنه اا آه بده النفس اللوامه هتبيكه النفس ام مهرج هسه ابن القيم شو رايك انه ايش اسلي اكو نفس يمشي شيء مختلف صفات الكتاب المزد اور باقي الكتاب المزد شيء غاسه الله فانور باقي الكتاب المزد يذكر قال شاتنا في غيره هو غرض شو الي يموا مسائل او غيرها او اي علاقتي

وانا بي جاي شو انا صف نمبر زهت وانا حد سني صاحبنا وانا ما سديس خبر سوي سويتين ابو عبد الله محمد بن منتاب السلامي وكان من خيار عباد الله وانا ما سديس خبر كم امي كم ابو عبد الله محمد بن منتاب بات كمان وكان من خيار عباد الله صح صح بس اصل نفر ما درب ابن القيم وانا شو زندگينا گزرو موت گزرے ہم دونا شاہ کانا من خیاری بعد سو سو اصل اردیو انسان ہم از اوہ سمجھ وکانا یا تحر صدق او سو سو اس خیال تھا وان پزر وانان اور اسی ابن منتاب شنا اسی گزرے ہم ساتھ ہتا اٹھو ہم اس کاتھ مز ایت کیا درانش فکری بین یہ کار سمجھ ایو انہوں نے فلا انہ ساتھ خبر سو سو بڑا اصل نفر سو اس پزر وانان اور اسی وشان کی سنا فرکار گزرے ہم ساتھ ہتا اٹھو ہم اس گوئی ہم ساتھ ابن القیم وانان چھو

امشي ليش مزد سته تطت جيبون ورد مرت كار سته تطت جيبون كأزي وأنا ونايسوس ذلك أن كتاب ابن القيم في السماء قل فجوابا عن استفتاء إن كان سنة تس يعني ااا أربعينا وسبعينها يعني ونايسوس ابن القيم صو ماشنا سماه اسم ذلك كتاب موزق وباقي باقي اسم ذلك ونا سو شو تحت سؤالك الجواب اسمز يس سته تطت جه اسمز قرء ابن القيم اسمك كاتمز سته هجري مز كما ورد النص على ذلك في الكتاب وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد مش بوجود جودانسان. هنا ابن القيم سبس سوال ستت سجي هجري مز تمليش بدم كي سوال جواب اسمه كتاب كتاب السماع اسمه ذلك اور قرتم ذكر زاد المعاد كا قرن ذكر تحت قرتم ذكر زاد المعاد ومن الكتب المذكوره في الزاد جلاء الافهام اور زاد المعاد اسمه زي من كتاب الهند ذكر شنو ابن القيم كرامان شي مسج كتاب تحت مز جلاء الأفهم. ور جلال الافهم سمسم كم كتاب رفرنس ديوان كتاب الروح سمسي بان واي 14 فيكره ستاجي موت شرا كتاب النار ستا 100 سؤال قمت طلعت كدا زاد المعاد ذكر زاد المعاد سم جلال الافهم ذكر جلال الافهم سم كتاب الروح ذكر اي ترى <applause> بي هي سنه ستا 100 ابور هيك ني ايز يس اني يعني باريبون وانا في يمكن القول بان كتاب الروح الف قبل جلاء الافهم وزاد المعاد وكتاب السماء ما بين عامي

कुरानस मन आज झिक्र कल कुरु आम ठीक प् तम कम असब् यजा कबर ग और तम कम असबि कबरी बच्च समझ और क्या नकवन करुक् स सवाल से युमत क्यों बनमत तु सवाल गस मसल यु इत सवाल असि वन तेज तवाल क्या बचन तक कबरन मज स सवाल लकट बच गुजर तक सवाल करा तुम क्या मुत सवाल जबरदस्त इत प पाना दा अमी क रुकान पोस मज् ग मज न गि और मरने पीछे रूह रोजान्यामत तान इत स सवाल अव समझ और अगर ज पुच्च ब्या सवाल अगर जिंद कर महनत यानी कहल कर महरदस ई फायदे वा कि सवाल और इत पे रुहम कि महरदस मखलूक ठीक युखा सवाल नफस हकीकत क्या नफसा कि त्रे شو بقول يا شو دنتي اصلا مش شيء مختلف سوالات مزا يعني هي سوال كم كلمه تقول انه القيم سوالي دابا تسمع ايش نور الحسن مدني حفظه الله سوشيات كان شديد يعني وش معنى كي راس عشان ابن القيم سوي انك قال بني تو وش معنى وش ابن القيم هذا شو كاشتي بس ان ليش مصي هيك دابا جايز كي مش الروح اسمه يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا وانا اتوسطون اوتيت يعني اتكتش اذا شيء قاتل لكن

लेकिन कह बनाए नजर के ओर उच्च तेल इत पा माना सू कि वनो तुम्हें माना तक मसल् कि तथा अस निश जवाब और महकान जवाब करिकतम कमो चीजों इस मिसाल यो मर्द जिंदन ही जिारत मुतल जाना कि कबर प्रस्त आज ये बनाना दलीलें इस तगार तवर बेकिन मसल्स तवान पर्स्ट क्या दलीलें दली मिसर पर्स्त बन दल

मलक जो ये तम करें सवाल इस गु सवाल प् ते ते नन रोबूक रबी अल्लाह पे ये वन झीक बुस् डाटर ताहरूक्रे ग कब ते ते पे ये हे क्या कह बेटे तुम्हारे पास फ्रिश आएंगे ठीक व्या मसल्चान अगर नबर आसें त्रेस मजाक और बाकी बाकी चीज है कतु कग क्या फोटोगे सी तल मैत

بركتما اقول هذا واستغفر الله لي ولكم